صباح الخير عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وعيد مبارك سعيد. الله يدخلوا عليكم بالصحة والسلامة وطولة العمر وبكل حاجة زوينة كنتمنوها في حياتكم يا رب. صباح الخير، نهارك عيد مبارك. امين يا ربي، امين لينا وليك، علينا وعليك. جيتي كتهبلي ما شاء الله، الله يعيد بصحتك. نمشي نسلم على اهل عمر، ما خليته كيتسنى. يلا باي باي. وصلنا سلطان. شنو انت طيب؟ كل عام وانت طيب. شوفوا الريوق، الفطور الاماراتي ما شاء الله. سلم عط بوسة، يلا سلم سلم بوسة. شاطر. تعرفون احلى شيء شدني، اكثر شيء شدني هو هذا المكان. شوفوا الضيافه، اول شيء كيديروا لكم قهوه عربيه ما شاء الله. سلطان شو تسوي انت؟ شو تدير؟ انا اوريكم غرفه عمر القديمه. يلا، هذه غرفه عمر ملي كان صغير. شوفوا عمر فاش كان صغير. وينا؟ يعني هذه غرفتك صح؟ غرفة الطفولة كمان صح؟ هذه غرفة عمر فاش كان صغير في بيتهم، شفتوا؟ هذه هي. هنا شو؟ دريسينج روم، غرفة التغيير. حلو. وهذا الحمام الله يعزكم. حلو غرفتك حبيبي، مضربغي مع القفيطين. هذه صورة الوالد الله يحفظه ويطول بعمره، والد عمر. وهذه صورة عمر. عرف عرف. لا لا لا، هذه بابا. يلا سير، هذا ابو الوالد. ها؟ هذا ابو الله يرحمه مسكين، الله يرحمه. هذا يعني جد عمر، جد دياله. يلا باي باي، دابا نمشيو باي باي، بنسير بيتنا الحين. ها هو، كنعرفكم على صاحبتي وصديقتي ابتسام، عايشة هنا في دبي. هو جانيت راكم عرفتوه خلاص. مصطفى وسي يوسف، علينا وعليك. صراحة باقي كاع ما فطرنا. شوفوا معايا شنو وجدت، انتم عارفين الحلاوي في دار داركم، مرحبا بكم. أجواء مغربية الصراحة، فوجتوا عليا والله. ملفه كندوز غير بوحدي وقنطانه. المهم عمرات عليا الدار. وين الشاي حق الضيوف؟ وعمر شنو كدير هنا؟ ها؟ شو تسوي هني؟ تعرفي كل مطبخ. كل مطبخ. تسلم حبيبي، الله يعطيك الصحة والعافية إن شاء الله. وين الشاي؟ بغينا الشاي. الشاي شو، المغربي ولا الشاي؟ الشاي المغربي، المغربي. مغربي وإماراتي كل شيء. اليوم العيد. اليوم العيد ماشي مشكل. شوفوا انا باش نوريكم، انا راه جيت ما فاش ساليت السلام وهذا، جيت رتبت الطاوله. راه الا ما وقفت شي حاجه بايدي وترتيبات على يدي، ما كنبغي داكشي يكون متول. المهم انا رتبت الطبيله، وفاش يوصل الغدا ان شاء الله غادي نصور لكم الغدا. المهم بغيتكم تتابعوا نينا بلوغ، راه حيت صراحه عرضت علينا العيد. ثانك يو مصطفى. نزيد القهوة، انا قالوا لي عشاق القهوة انت. ياك نزيد القهوة ياك تركيش. جاني تشرب اتاي والله، انت قهوة اتاي اتاي، كلشي كيتسنى اتاي. وها الشاي المغربي، سلاو سلاو، وصل اتاي. عرفتي خاصنا واحد الحاجة، موسيقى العيد الطرب الاندلسي. وي شنو غديري دابا نعيمة؟ نديرو موسيقى الطرب ديال العيد باش كنحسو باجواء العيد، عرفتي؟ حيت كنسمعو غير من العيد العيد، كنعرفو اجواء العيد. الطرب الاندلسي بالصح. دابا نديرو موسيقى. دابا واش عاد خويا تاي ديال الصحراوي ولا ديال شلوح؟ شلحاوي. شلحاوي صافي. اكادير اكادير وفلا. لا ولكن ما تنساش الصحراء حتى هي، ما تنساش. صحراء واكادير واحد. اي اي قرابة صافي قرابة. يلا مصطفى ورينا حداك تيديك. حاضرين. كشكوش ما كاش كشكوش راه ما كتعرفش. كشكوش راك ماشي شلح. كشكوش هذا. بلاتي بلاتي شنو قلتي؟ واش الوالده القوريه بصح؟
حصلت انا ما عمرت سمعت سنين مغربي سميتو جاني لا تجي واحد مع واعر احمر انا كنظن وقيله تيطمن مع قريبه لسبانيا وداك الشيء كاين على سبانيا صافي دابا حنا غادي نعيطوا ليه دابا شنو غادي نعيطوا ليه جاني قوليه جوجو كيما قال اشنو قال لك اشنو قال لك عمر دابا عمر مصطفى خو عتاي ودابا عمر قال جات نوبتي باش انا نخوي القهوه العربيه ديالي الاماراتيه قال لي عطيني واحد اغنيه قديمه اماراتيه مي حد حمر وهي في الاصل لازم يكون ميكس لانهم هما كوبل يعني اماراتي على مغربي فلازم كل واحد يديروا ليه خاطره تسلم حالك يلا ما تحشموش هاي طبلات الغداء واجدة والخروف ديالنا ما شاء الله واجد تمنيتكم كنتوا كاملين راحة ولكن حقكم في الجنة كيف ما كنقولوا هذه البسطيلة بالحوت وهنا لسالات بقي غير الرز غادي يجي يلا عمر يلا خلينا نجيب الرز بس يلا انت مغربي ولا اماراتي شوف يعني ما علمتيش السلطه المغربيه راه ما عمري جا عندك ضروري انت مغربي اماراتي ضروري لازم وينو وينو ماشي عمر ما كيتسناش ها هو ما كاين اللي شاف غير دو نينا ما كتبانش فينك انا نينا وفينك نعم شكون غادي يقطع دابا شكون داك الواحد قطع لحاله كل واحد يقطع لحاله يدو يشيل هاك وياكل يلا جانيت كيف جاتك البسطيله كتحمق الله يعطيك الصحه جات غزاله ياك لا ما سديها دابا انت كنتي معايا شكون اللي صوبها نينا حقا انا قلت لك زيد شويه الملحه ياك كيف جاتكم البسطيله والله الا ما شاء الله عليك الله يعطيك الصحه ما شاء الله شنو درت واحد الغلط انني فاش كنت كنصايبه ما صورتش ولكن باينه ديالك المره الجايه الشهود كاينين كاينين الشهود ها هما مليحه المره الجايه خاصني نبارطاجيها معاهم ان شاء الله مهم تكون بنينه ياك والله الا الله يعطيك الصحه بنينه اصلا هذه ثاني مره انا كنصاوبها ماشي دائما دابا كتاكلنا شويه كتبغي تزيدها ها بنينه ما شاء الله زيد له شويه ياك حيت كلت بزاف من اللحم والله العظيم شو هالمشروب العجيب كيف جاك بنين خدينا هذا ديال العنب شفتوه باقي ديال الورد افتحها افتح وافتح قال لك تزرقوا له شي عين ما يمشيش للخدمه مزيان تاخذ السليم فينك اخويا عمر حصلنا نشوفوا جانيت غادي يفتحها اولا برا راه وين فين
ايوا والو وعلى ديك التجبيده السي عمر ثاني وسكور مرحبا بسكور حتى بدل عمر بدل عمر كيرتاح هكا سالينا الغداء شوف خليت لي والله ما خليت انا شي حاجه بصحتك وراحتك اهم شيء اكرموا الاناء الله يحفظك يا بارك الله فيك الله يبارك فيك شكرا لك بزاف وما تنساوش دعموني هنا وديروا لها لايك وسبسكرايب وشير مع الاصدقاء ديالكم كلشي راه هي جايه بقوه انتظروها والله الا حنا درنا شي ان شاء الله يكون زوين عايشكم بزاف شكرا لك تبارك الله كما قال لكم مصطفى خصكم ضروري تدعموها نينا راه تكمل في البلوغات وخا دابا كما كتشوفوا راه كتعلم في حيت هاد الكاميرا راه عندها جديده ياك نينا بصح ولفتيها ولا شويه يعني دشتي دابا راه شويه انا ماشي كنتعود عليها كتعرفوا مع الواحد يلاه بادي في هذا الشيء مثلا كيكون اول مره كندوزوا من هاد المراحل واحد جوج ثلاثه راكم عارفين ما تنساونيش من دعمكم كيف ما قالوا وحاولوا تخلوا لي كومونتير زوين وتحاولوا مزيانه كنت بغيت نقول لكم ما تنساوش الكومونتيرات ديالكم ودعموها حيت صراحه راه باش تكمل في هذا الشيء واي فيديو حتى جيتو بغيتو دير لكم شي فيديو في الدار هنا ولا شي حاجه على شي حاجه كتبوها لي اي مثلا الى عجبتكم اي حاجه بغيتو نصورها معكم في الدار يعني بغيتو شي حاجه تكون مثلا خاصه بالدار بغيتوني نصور لكم شي حاجه على برا خلوا لي في التعليقات بغينا كذا بغينا كذا بغينا كذا وانا راه الاشاره ان شاء الله وان شاء الله نكون عند حسن الظن ديالكم وفيديوهاتي تكون كتعجبكم وما تنسونيش من لايك ومن سبسكرايب باش نبقى نزيد القدام القدام بكم نتوما طبعا انت شنو بتقول دابا بينا نقول لهم بالسلامه بالعافيه وشكرا ومرحبا بكم نطلب الله ما نكونوش ثقلنا عليكم كما كملتيش الخروف ايوا مره تلعت كبير